السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم مرة أخرى في درس جديد، جمع وطرح الأعداد العشرية. L'addition et la soustraction du nombre décimé. لكن قبل أن نشرع في الدرس، لا بأس أن نتذكر بعض المفاهيم التي سبق ورأيناها في درس الأعداد العشرية. لاحظوا معي جيدا هذا العدد 124.378. لنرى العدد 124 يمثل الجزء الصحيح من هذا العدد، بينما 378 هو الجزء العشري. إذن الجزء الصحيح يقع قبل الفاصلة، والجزء العشري يقع بعد الفاصلة. تابعوا، رقم 4، سنبدأ بالجزء الصحيح. رقم 4 يمثل رقم الوحدات، رقم 2 العشرات، ورقم 1 المئات. هذا معروف من قبل. الآن سنمر إلى الجزء العشري. نبدأ بالرقم 3، هو الرقم الأول بعد الفاصلة، يسمى رقم الأعشار. الرقم الثاني بعد الفاصلة يسمى جزء المئة، ورقم أجزاء المئة. والرقم الثالث بعد الفاصلة يسمى أجزاء الألف. إذن إذا أردنا أن نجمع هذه المعلومات في جدول، العدد هو 124.378، الجزء الصحيح 124، الجزء العشري 378، الأعشار 3، وأجزاء 107، وأجزاء الألف 8. إذن نبدأ لنفهم ونطبق. قرأت ليلى في إحدى المجلات أن التركي سلطان كوزان هو أطول رجل في العالم، وأن النيبالي بهادور دانجي هو أقصر رجل في العالم بقامة لا تتعدى 54 سنتيمتر. إذا علمنا أن قامة كوزان تفوق قامة دانجي ب 197 سنتيمتر، فما هي قامة كوزان؟ إذن كوزان أطول من دانجي ب 197 سنتيمتر، وقامة دانجي هي 54 سنتيمتر. أول شيء سنحول أطوال هذين الرجلين إلى المتر. 197 سنتيمتر تساوي 1.97 متر، و 54 سنتيمتر تساوي 0.54 متر. إذا الآن إذا أردنا حساب قامة كوزان، كيف سنحسب قامته؟ نعم، سنقوم بعملية الجمع. سنقوم بعملية جمع 1.97 زائد 0.57. قبل أن نضع العملية، انتبهوا أننا يجب أن نضع الفاصلة تحت الفاصلة، والجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح، والجزء العشري تحت الجزء العشري، رقما برقم. ثم نبدأ، 7 + 4 تساوي 13. نكتب 3 ونحتفظ بواحد. 1 + 9 = 10 + 5 = 15. نكتب 5 ونحتفظ بواحد. 1 + 1 = 2، 2 + 0 تبقى 2. إذا لتثبيت ما تعلمناه، القاعدة تقول لجمع عددين عشريين نضع الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح، الفاصلة تحت الفاصلة، والجزء العشري تحت الجزء العشري، ثم نعوض الأرقام الناقصة بالأصفار. لاحظ معي جيدا المثال 109.8 زائد 90.25. العدد الأول جزءه الصحيح فيه 3 أرقام، بينما العدد الثاني جزءه الصحيح فيه رقمين. إذن سنضيف 0 في عدد المئات، في رقم المئات.
العدد الأول رقم 10، جزء العشرين فيه رقم واحد، بينما العدد الثاني جزء العشرين يتكون من رقمين. إذن سنضيف الصفر إلى في أجزاء المئة في الجزء العشري للعدد الأول، ثم نحسب 0 + 5 = 5، 8 + 2 = 10، نكتب 0 ونحتفظ بالواحد، 1 + 9 = 10 + 0 تبقى 10، نكتب 0 نحتفظ بواحد، 1 + 0 = 1 + 9 = 10، نكتب 0 ونحتفظ بواحد، 1 + 1 = 2. إذن المجموع هذين العددين هو 200.05. مثال ثاني، هذه المرة لدينا عدد صحيح زائد عدد عشري، لدينا فقط 76 + 27.43. هذا العدد الصحيح سنحوله إلى عدد عشري بإضافة الفاصلة والصفرين، لأن هنا لدينا رقمين في العدد الثاني بعد الفاصلة. 0 + 3 = 3، 0 + 4 = 4، الفاصلة تحت الفاصلة دائما. 6 + 7 = 13، اكتب 3 احتفظ بواحد، 1 + 7 = 8، 8 + 2 = 10، بالتالي يكون مجموع هذين العددين هو 103.34. نتابع مع عملية الطرح. قرأت خديجة في إحدى المجلات أن الأمريكي روبرت وودلو المتوفى سنة 1940 والذي كان طوله 273 سنتيمتر هو أطول رجل في التاريخ، وأن والده لم تتعد قامته 182 سنتيمتر. المطلوب أن نحسب الفرق بين قامة هذا الأمريكي روبرت وبين قامته وقامة والده. أول شيء نحول القامتين إلى المتر. 273 سنتيمتر تساوي 2.73 متر، و 182 سنتيمتر تساوي 1.82 متر. انطلاقا من هذا التحويل لدينا عددان عشريان سنحسب الفرق بينهما. حينما نقول الفرق يعني أننا سنقوم بعملية الطرح. نحسب الفرق 2.73 ناقص 1.82. نبدأ 2 + 3 - 2 = 1، 7 - 8 لا يمكن. إذن ماذا نفعل؟ نستلف 10 من الرقم الموالي، تصبح لدينا هنا 17. 17 + 8 = 9، هذه العشرة نردها هنا وتصبح 1. 2 - 2 = 0، إذن الفرق بين قامة روبرت ووالده هو 0.91 متر، أي 91 سنتيمتر. نلاحظ أن هذا الأمريكي روبرت طويل جدا، قامته 2.73 متر، أي أنه قريب من 3 أمتار. إذن كم ينقصه لإكمال أو لإتمام 3 أمتار، أي 300 سنتيمتر. ماذا سنفعل؟ سنقوم بعملية الطرح. 3 - 2.73. لاحظ معي جيدا، 3 عدد صحيح، 2.73 عدد عشري. ماذا سنفعل إذن؟ سنضيف صفرين، بعد الفاصلة، 3.0. 0 - 3 لا يمكن، 10 - 3 = 7، نجي للواحد تصبح لدينا هنا 8. 0 - 8 لا يمكن، 10 - 8 = 2، نجي الواحد هنا فيصبح لدينا 3، 3 - 3 = 0. إذن الفرق ما ينقص
روبرت لإكمال 3 أمتار هو 0.27 متر، أي 27 سنتيمتر. إذا لنعمم القاعدة، لطرح عددين عشريين نضع الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح، الفاصلة تحت الفاصلة، والجزء العشري تحت الجزء العشري، ثم نعوض الأرقام الناقصة بالأصفار. نفس الشيء ما نفعله لعملية الجمع نقوم به أيضا لعملية الطرح. لاحظ المثال 109.8 ناقص 90.25، نفس المثال فقط غيرت العملية. إذا صفر سنضيفه، صفر هنا وصفر هنا، ليكون لدينا العدد الأرقام في العددين متكافئة. 0 ناقص 5 لا يمكن، 10 ناقص 5 تساوي 5، ننزل الواحد تصبح لدينا هنا 3، 8 ناقص 3 تساوي 5، 9 ناقص 0 تساوي 9، 0 ناقص 9 لا يمكن، نستلف 10، 10 ناقص 9 تساوي 1، نرد استلف وحدات، 1 ناقص 1 تساوي 0. إذن الفرق بين هذين العددين هو 19.55. مثال آخر 76.0، لأنه عدد صحيح سنضيف له 0 بعد الفاصلة، ناقص 27.43، 0 ناقص 3 لا يمكن، نستلف 10، 10 ناقص 3 تساوي 7، نرد السلف لدينا هنا 1 زائد 4 5، 0 ناقص 5 لا يمكن، نستلف 10 مرة أخرى، 10 ناقص 5 تساوي 5، ننزل السلف وحدات هنا تصبح لدينا 6 ناقص 8 لا يمكن، نستلف 10 مرة أخرى، 16 ناقص 8 تساوي 8، نرد السلف هنا تصبح لدينا هنا 3، 7 ناقص 3 تساوي 4. إذا الفرق بين هذين العددين العشريين هو 48.57. في طرح الأعداد العشرية يبقى المبدأ هو نفسه في عملية الطرح، من حيث أننا نستلف 10 ونردها وحدات في العدد الموالي، وكأن هذه الفاصلة غير موجودة، وكأن الفاصلة غير موجودة، فقط أن نحافظ على مكانتها وترتيب العدد، الفاصلة تحت الفاصلة، وأيضا في النتيجة تبقى الفاصلة تحت الفاصلة. شكرا لكم على حسن تتبعكم، والآن أترككم مع التمارين التطبيقية. بالنسبة لدرس الجمع الأعداد العشرية على الصفحتين 103 و104، والطرح على الصفحتين 108 و109، شكرا على حسن تتبعكم وإلى اللقاء.